بسم الله، لو انا عايز اضيف ابواب او شبابيك اجي هنا على الدور اقول له انا عايز اضيف في الباب، بيديني كذا شكل ليه، وممكن ادوس عليه مرتين واختار انهي باب انا عايزه. يعني مثلا عايز اكستيريور دلوقتي، اديت، حد بقى المعلومات الخاصة بالدور، الويتس، الهاي، السكنس، المسافة بينه وبين الفلور ممكن ابقى محتاج ان انا اعليها شوية، الدور يونت هل هو كالكوليت فروم ويتس هيحسبها ولا سنجل دور اونلي ولا دبل دور اونلي، 3 ديسبلاي، في الديسبلاي هتشوفه مفتوح ولا مقفول في 3 دي، اللايتس، الارش بتاعها بالشكل دوت، تبدأ تشوف انهي شكل الانسب ليك. الهاندل عايز انهي نوع من الهاندل، اما اقول له اوكي وراح احط الباب الخارجي بتاعي، وممكن اقول له انا عايز باب داخلي انتريور، اعمل باب الناحية دي وباب الناحية دي. في اي وقت عايز اعدل عليه مجرد هدوس عليه مرتين وابدأ اعدل في الباب. ممكن اقول له انا عايز شباك ويندو، بالشكل دوت.